ألو، أكلم رامز من فضلك. رامز جلال، ده سؤال برضو؟ هو في حد في البلد دي ما يعرفش مين هو رامز جلال؟ انت ايه، مش من اهل البلد دي؟ من بلد تانية؟ من امريكا مثلا؟ انا عارف الواد رامز جلال ده دايما يحب يجيب المساعدين بتوعه من امريكا، ومش المساعدين وبس، وكمان الجزم بتاعته. اصل الواد رامز ده بيحب الجزم الامريكاني قوي، يتصل بيهم على الترامب على الترانك، يبعتهم له على طول، واحدة سودة وواحدة بايدن. ولا كنتش انا ضربت النمرة غلط؟ اصلا انا دايما بتلخبط في النمر، بتلخبط ما بين السبعة والتلاتة عشان الاتنين قريبين قوي من بعض، ارقام فردية، وكمان الاتنين والتمانية الارقام عندي مش مزبوطة. بفكر اغير الموبايل واجيب واحد تاني من غير ارقام خالص، موبايل بعقارب. لولاش بس بخاف من القرص كنت جبته من الأول. رامز مش موجود في الحمام؟ بيعمل إيه في الحمام؟ بيحمي سيادة المستشار طال عمره؟ آه لا مؤاخذة، لا خلاص أنا هرجع وأكلمه مرة تانية، بس لما يفضل أول. أنا عارفة سيادة المستشار بيستحمى مرة كل 3 سنين، فبتاخد منه وقت شوية. تقول له مين؟ لا مش مهم، أنا عايز أعملها له مفاجأة، أصله وحشني قوي، من رمضان اللي فات ما كلمتوش. قال بالحق، وانت تطلع مين بقى؟ اللبيس بتاعه ولا بتاع الشعر الكوافير؟ اصل صوتك ده مش غريب عليا، زي ما كنت سمعته قبل النهاردة، وانا صوت اللي اسمعه مرة ما يروحش من وداني ابدا، حتى لو لمؤاخذة يعني كان صوت كلب بيهوهو. ما قلت ليش تطلع مين انت بقى؟ ولا تكونش انت بتاع الحموم، بتاع الليفة والصابونة؟ ما هو حاجة مش شيخ ترك ما بيسمحش للواد رامز يدخل عليه الساونا الا لما يكون سبقه الاول واستحمى. بتقول ايه؟ ايه دخل الحمام بالساونا؟ مش عارف ايه دخل الحمام بالساونا؟ هو انت لما حد بيخبط عليك وانت مزنوق في الحمام مش بترد عليه وتقول له ساونا واحده؟ طيب ما هي سهله خالص اهي، الحمام والساونا واحد. ما قلتليش تطلع مين انت بقى؟ حسام؟ مين حسام؟ انت ما قلتش حسام؟ اصلا انا سمعتها حسام والله. امال انت مين؟ عصام؟ مين عصام؟ انت ما قلتش عصام؟ اصلا انا سمعتها عصام والله. امال انت مين؟ عزام؟ مين عزام؟ انت ما قلتش عزام؟ اصلا انا سمعتها عزام والله. انا ما بسمعش؟ لا انا بسمع كويس خالص، بس الظاهر كده انت اللي ما بتعرفش تقول يا واد. بتتلخبط في اسمك يا واد؟ ده ايه المصيبة السودة دي؟ اول مرة اشوف واحد بيتلخبط في اسمه. فكرتني بالجدع اللي بيقول احنا كنا كده وهم كانوا كده، ولما احنا بقينا كده هم بقوا كده، ولو هم كانوا كده وكده فاحنا بقى اللي بدعنا لكده، احنا اللي بدعناها وهي دي المعجزة والنعمة كده. طب اقولك اسبلها، قولها لي واحدة واحدة، تعال على نفسك شوية. اسمك ايه؟ جان؟ هو ايه ده اللي جان؟ هو ده اتصلت بالعفريت؟ يا لهوي، اكنتش ضربت نمرة الشيخة مبروكة؟ بركتك يا شيخ بهلول، وقال انا اللي كنت فاكره اني دوست بالغلط على زرار، اتريني اتصلت بكديه الزار. انت مش الشيخه مبروكه ولا الشيخ بهلول ولا كديه الزار؟ امال انت مين؟ طب قول لي اسمك التاني. اسمك التاني ايه؟ خلود؟ يا سنه سوده، حضره الوالد المحترم اسمه خلود؟ امال ماما اسمها ايه؟ عبد البديع فوزي. على كده انت من عيله جده حنان اخو الاستاذ تقى، انا عارفاهم كويس خالص. مش خلود؟ كلود؟ هو ايه ده الكلود؟ اسمك جان كلود؟ ده انت مش ناقص بقى غير انك تقولي انك فاندام، الجدع اللي بيطلع في الافلام الامريكاني، جان كلود فاندام. هو ايه اللي انت؟ انت جان كلود فاندام؟ يا لهوي، وانا اقول يا بنت سمعت الصوت ده فين قبل كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، وايه اللي عمل فيك كده؟ ما انت كنت كويس. جاتلك اعارة في دول الخليج؟ عند بسلامته الشيخ ترك؟ ايه ده؟ هو انتوا كمان بتطلعوا اعارات؟ وهتخلص في السعودية وتطلع على الامارات؟ معقول الكلام ده؟ هو انتوا ايه اللي جرالكو؟ الرز شح في امريكا، رايحين تجيبوه من السحرة؟ انت وجونسون جايين في طيارة واحدة؟ وبايدن هيحصلكم؟ سبحانه، يعز من يشاء ويزل من يشاء، ده بعد الافلام والحركات والموزز الامريكاني يتشقلب حالك كده؟ تقف بالموبايل للواد رامز على باب الحمام وهو بيحمي طال عمره؟
وعلى ايه البهدله دي بس؟ هينتج لك فيلم الشيخ تركي، هينتج لك فيلم دويتو مشترك انت والفنان الواد محمد رمضان، وده هيكون اسمه ايه بقى؟ الخدام اتنين، الجزء التاني من فيلم الخادم. خادم ايه؟ خادم سليمان. وهتطلع برضو واقف على باب الحمام بالليفة والسابونة، بس المرة دي الفنان الواد محمد رمضان هو اللي هيكون بيستحمى، صح؟ واول ما يخرج من الحمام تتحزم انت وترقص، وكمان تغني له يا خارجة من باب الحمام واخدة دقنك وكل خد عليه خوخة، طول عمرك حافية وبيجري وراكي لحد ما تقعي من المخمضة ومن الدوخة، وتبقى مدة الفيلم 3 ساعات، وطول الثلاث ساعات الكاميرا تبقى عليك انت وانت واقف ترقص وتغني بحول الله يا رب. بتقول ايه؟ انت اتبهدلت؟ لو النبي اسكت لحسن انت زعلتني خالص، قلبي اتقطع عليك شرايح كبدة اسكندراني. مشهد النهاية؟ ماله مشهد النهاية؟ هو ده وبس اللي مزعلك؟ ليه؟ هو ايه اللي هيحصل فيه؟ الفنان الواد محمد رمضان وهو خارج من الحمام هيتفاجئ بيك قدامه، يقوم يبصلك بس بقرف وكمان يرمي الفوطة في وشك ويقولك ايه؟ هو انا كل ما اخرج من الحمام او ما اتكعبل في خلقتك العكرة؟ لا لا ده كتير قوي، ده كتير مقدرش اتحمل، انا قلبي اتقطع شرايح شرايح كبدة اسكندراني، عصافير قلبي بتزقزق عليك والله. ايه؟ الواد رامز خرج من الحمام؟ ممكن اكلمه دلوقتي؟ لا لا خلاص، وهو انا بعد اللي سمعته منك دلوقتي هعرف اقول حاجة؟ ابقى اكلمه في وقت تاني. قلب عندك وشد حيلك، معلش بكرة تتعدل، ما ضاقت الا لما فرقعت. سلام يا فندام، افوتك بالعافية. اه نسيت اقولك، والنبي لو قابلت الفنان حسن شاكوش، لو مر عليك يعني، ابقى قوله يبعتلي مسمارين ناشفين، شباك الحمام مكسور وعايز اصلحه، كل ما الهوا يفتحه واروح ارده الاقي الطابور واقف برا. ما اقولكش شباك الحمام بقى شباك سيما، لا مش واحد بس اللي بيقف برا زيك كده. افوتك بقى بالعافية، رمضان كريم علينا وعليكم.